كمان الكابتن محمود الخطيب اتكلم عن النشاط الرياضي للالعاب الاخرى بالنادي الاهلي واللي شهدت طفره غير مسبوقه، وقال ان النادي الاهلي في الاخر اربع سنوات حقق 3163 ميداليه ذهبيه في الالعاب الفرديه، بالاضافه الى تحقيق 322 بطوله في نفس الفتره الزمنيه. تعالوا برضو نشوف كابتن خطيب قال ايه في هذا الاطار. البطل الاولمبي ده كان برضو من ضمن الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في برنامجنا الانتخابي، ان احنا ازاي النادي الاهلي يساهم في اعداد بطل اولمبي. عشان كده ده اللي قدام حضراتكم في تنفيذ برنامج الاهلي لاعداد البطل الاولمبي، ده اللي احنا قلناه من اربع سنين. النهارده انتوا بتجنوا هذا الثمار، ان احنا النهارده عندنا بطله شرفتنا جميعا جدا جيانا فاروق، و يعني الحقيقه بطله من ابناء النادي الاهلي. وانا من الحقيقه برضه من حوالي يمكن اسبوعين او ثلاثه طلبت الكابتن رؤوف وقلت له يا كابتن رؤوف مين الابطال اللي عندك او المواهب اللي عندك اللي السن العمر يعني سنهم يكون صغير مواهبهم كبيره قدراتهم كبيره، ازاي نقدر نؤهلهم لاعدادهم للبطل الاولمبي؟ وكنت خدنا مثال بس يعني بطله احنا كلنا يعني بنقدرها وبنحبها اللي هي بطلة الاسكواش بنوتة، جميلة جدا صغيرة جدا، واعتقد ان هي من المشروع الاولمبي القادم باذن الله انها سنها يسمح بهذا الامر. تنس طاولة، انا اسف معلش ما انا عارف بس تنس طاولة، بس انا سامحوني بقى انا يعني الموضوع كبر قوي فانا ما كنتش مركز، حد تاني جه يكمل يبقى يا ريت يعني. هنا جوده كانت من الحاجات اللي يعني الحاجات اللي هي المشروع اللي احنا بنفكر فيه الفتره الجايه بالنسبه لتنس الطاوله، وهي عندها استعداد مش هي لوحدها، هي وانا قلت له طلبت منه عناصر ثانيه نقدر نحطهم كده قدامنا، ازاي الاهلي يساهم مع الدوله في اعداد بطل اولمبي، وده دور النادي الاهلي ومساهمته مع الدوله لاسم بلدنا الكبير يعني. لكن اللي انا بقى قلت لكم ان انا فوجئت بيه هو عدد الناس اللي بتتكلم كتير على مش عارف الصالات ولا مش عارف حاجات الفرديه. النهارده النادي الاهلي في الاربع سنين يا جماعه 3163 ميداليه ذهبيه في الالعاب الفرديه، ده رقم مش في العالم، مفيش حاجه كده يعني، لو جمعتوا انديه العالم كده مش هجيب الارقام ديت. كمان في اللي هي بقى البطوله خلال اربع سنوات بطوله بقى 322 بطوله. نتمنى ان احنا الفتره اللي جايه يكون فيها اضافات، طول ما احنا على قلب رجل واحد وطول ما احنا بنحب بعض وطول ما احنا بنساعد بعض اعتقد البطوله بتيجي من هنا. يعني هنا لما بنتكلم على بطولات لازم اشكر كابتن رؤوف عبد القادر، برضو الراجل يعني برضو خدم النادي وهو لسه لاعب ثم تدرج مدرب ولاعب ومدرب ومدير فني وتدرج لغايه ما وصل مدير النشاط الرياضي، حقق حاجات كتير مش هو لوحده، هو وكل المجموعه اللي معاه اللي هم كلهم ناس اشتغلوا برضو باخلاص عشان نحصد في الاخر عدد البطولات اللي حضراتكم شفتوها دي، فانا بشكره جدا يعني. دي يمكن من اكتر اللقطات امبارح اللي عجبتني جدا، يعني بتتكلم هنا بالارقام برضو طبعا. وبتقول 3163 ميداليه ذهبيه في اربع سنوات، وكابتن خطيب فعلا لما بيتكلم بيقول لك اديني اسم نادي في العالم يعني حصل على عدد الميداليات ده الذهبيه في اربع سنوات، مش موجود يا جماعه، مش موجود في العالم، ما حصلتش، بس حصلت عندنا في النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. النقطه الثانيه اللي عجبتني قوي فكره اعداد البطل الاولمبي زي ما كابتن الخطيب كان بيتكلم، انت كده ماشي يعني في خطى، انت مش بتعمل ده بس للنادي الاهلي، انت بتعمل ده لمصر، لان في الاول وفي الاخر هذا البطل الاولمبي اللي بيتم اعداده في النادي الاهلي هو بيروح بيرفع اسم مصر، فهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، حصلت قبل كده وهتحصل تاني. يمكن كابتن خطيب تحدث عن هنا جوده يعني بطلتنا الجميله في تنس الطاوله البينج بونج، فحاجه يعني ولسه وقال برده مش هي بس، لسه في كتير جدا عندنا نماذج هتشرفنا، بنتكلم في المحافل الدوليه، هو ده الغرض يعني. ف
حاجه كانت محترمه. هنرجع نقول عارفه ايه كمان محترم جدا؟ ايوه فكره ان هو على طول المده الزمنيه اللي استغرقها هذا المؤتمر ما قالش انا ولا مره. اه دي نقطه يعني طبعا بيتكلم عن انجازات النادي، انجازات الجهاز الفلاني، انجازات المجلس الاداره الفلاني، طبعا ما قالش كلمه انا ولا مره. صح ودي مش اول مره على فكره، ده العادي بتاع كابتن محمود الخطيب. صحيح. يعني صحيح حاجه جداً. محترمه وراقيه جدا.